تعاون مشترك. من ضمن هذه الشراكات امتدت إلى جولة التجارة الإلكترونية في منطقة الباحة. التنوع الجميل سواء في ورش العمل، سواء في المعرض المصاحب، سواء في الاستشارات، شيء يثلج الصدر. وبإذن الله أنه لتطور في منطقة الباحة في مجال التجارة الإلكترونية ودعم رواد ورائدات الأعمال في هذا المجال. مجال واسع، مجال متسع الآفاق ما شاء الله في مجال التجارة الإلكترونية. منطقة إن شاء الله راح فيها ازدهار في أكثر من مجال، سواء التجاري، السياحي، الزراعي أيضا، بتنوع النشاطات، بتنوع الأفكار الإبداعية من رواد ورائدات الأعمال.